العربية اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه عشية لقاء بوتين وأردوغان، موسكو تتهم أنقرة بخرق القانون الدولي في الشمال السوري، ومقتل جنديين تركيين باستهداف مقاتلات روسية عدة مدن وقرى في إدلب. مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات لطالبان بأفغانستان بعد أيام من توقيع واشنطن اتفاق سلام مع الحركة، والجيش الأمريكي ينفذ غارة على مواقع الإرهاب. إيران تعلن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في جميع المحافظات، وإيطاليا تعلق الدراسة حتى منتصف الشهر الجاري. جو بايدن وبرني ساندرز يتصدران نتائج الحزب الديمقراطي في الثلاثاء الكبير للانتخابات التمهيدية، وبلومبرغ ينسحب من السباق لصالح بايدن. أهلا بكم. نبدأ العربي اليوم من سوريا، حيث تشهد إدلب تصعيدا متبادلا بين القوات التركية وفصائل المعارضة السورية من جهة، وقوات النظام وروسيا من جهة أخرى. يأتي هذا تزامنا مع تفاقم أزمة النازحين السوريين في إدلب، وكذلك أزمة الهجرة قرب الحدود مع اليونان. المزيد مع زاهر عمرين وهذه النافذة من تركيا. أهلا بكم إلى هذه النافذة التي نقدمها من إسطنبول لتغطية تطورات الأحداث على الحدود السورية التركية. وفي البداية الأخبار الميدانية، حيث استهدف الطيران الروسي محيط مدينة إدلب ومدن سرمين وسراقب، وكذلك بلدات عدة في إدلب منها آفس ومعارض عليا. ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة ستة آخرين في إدلب. وقصفت القوات التركية مواقع النظام جنوب مدينة سراقب، ودمرت الطائرات التركية المسيرة عدة آليات لقوات النظام في محيط سراقب ومعرة النعمان. كما استهدفت قوات النظام السوري بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ مدينة بنش ومحيط مدينة إدلب وقرية المصطومة جنوب إدلب. نحن الآن متواجدون في أحد العربات المصفحة التابعة للمعارضة السورية، والتي تتجهز للدخول إلى خط الجبهة الأول على محور مدينة سراقب. قوات المعارضة السورية تدفع بتعزيزات كبيرة إلى محور مدينة سراقب بهدف إعادة السيطرة عليها بعد أن سيطرت عليها قوات النظام السوري. يبدو أن هذه المعركة يعني الآن تحتدم بشكل كبير قبل الاجتماع بين الرئيسين التركي والروسي. معارك تقول المعارضة السورية أنها معارك كسر عظام بين الجانبين. نستطيع أن نرى هنا تجهيزات لقوات المعارضة السورية. هذا هو خط الإسناد الأول يعني لقوات المعارضة السورية، والتي هنا تتجهز للدخول إلى مدينة سراقب. إبراهيم الريسي، العربي، من خط الإسناد الأول للمعارضة السورية. اتهمت وزارة الدفاع الروسية تركيا بخرقها القانون الدولي بزيادة عدد قواتها في الأراضي السورية. وقالت أيضا وزارة الدفاع أن المجموعات الإرهابية اندمجت بنقاط المراقبة التركية، وبات الهجوم أو الهجمات على قاعدة حميميم العسكرية أمرا يوميا. بين أنقرة وموسكو التصعيد ليس في الميدان فقط، بل في حدة اللهجة أيضا. لا تتحرج وزارة الدفاع الروسية في اتهام الأتراك مباشرة بانتهاك القانون الدولي حين حشدوا قواتهم في إدلب، وبأن نقاط مراقبتهم استحالت حصونا لمن تعدهم موسكو متطرفين، ومنها يقصفون قاعدة حميميم الروسية. لكن الروس لم يكفوا عن تصويب هذه التهمة ذاتها لأنقرة منذ بدء التصعيد في إدلب. يقولون إنهم يقاتلون إلى جانب النظام لتحقيق ما فشل الأتراك في الالتزام به. لكن هذه المرة موسكو تبدو لهجتها أشد، ويبدو توقيت اتهامها ذاك خطرا وبالغ الحرج. فالعاصمة الروسية تتهيأ للقاء الذي طال انتظاره بين أردوغان وبوتين.
تبدو الساعات القليلة المتبقية إذن قبل أن يجلس الرئيسان وجها لوجه حاسمة، فكل سيذهب بالمكاسب التي حقق في الميدان إلى طاولات التفاوض. قبل ذلك اللقاء لا يبدو أن المواجهة التي احتدت بين قوات النظام والروس وأنقرة طوال الأيام الماضية ستهدأ في انتظار ما سينتهي إليه لقاء الزعيمين. يقول وزير الخارجية الروسي أن يتراجع النظام عما انتزعه من أراض أو أن توقف موسكو الحرب. الغارات الروسية متواصلة على مدن سراقب وإدلب وسرمين، في بل القصف التركي مستمر أيضا على مواقع للنظام في محيط سراقب. سراقب تلك المدينة المتحكمة بالطرق الدولية في الشمال السوري، والتي يستشرس النظام أملا في السيطرة على كل مسالكها، والتي تتوعد المعارضة باستعادتها قريبا. في الساعات الماضية أيضا ظلت الوفود الأوروبية والأمريكية ساعية لا تنقطع عن أنقرة. وزير الخارجية البريطاني ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جاء بهما قلق يكبر في أوروبا من آلاف اللاجئين المتدفقين إلى حدودها. أما المبعوث الأمريكي إلى سوريا فأتى به الإلحاح التركي الطالب عون الولايات المتحدة. تعد واشنطن أنها سوف تبحث تزويد الأتراك بالدفاعات الجوية والذخيرة، لكن يجهل إن كانت أنقرة ستطيق مزيدا من الضغط في الميدان وفي السياسة قبل أن تنال قريبا ما تريد. نفت اليونان اتهامات سابقة تركيا لها اليوم باستخدامها الذخيرة الحية ضد المهاجرين المتواجدين على الحدود، الأمر الذي أوقع عدة جرحى وأدى لاحقا إلى قتل أحدهم بحسب مصادر تركية. بالمقابل أفاد مراسل العربي بأن قوات الأمن اليونانية أطلقت النار على عدد من المهاجرين الذين تجمعوا بالقرب من الحدود، وكانت وسائل الإعلام التركية أفادت بحدوث اشتباكات بين المهاجرين وقوات الأمن اليونانية، حيث عمد المهاجرون إلى إلقاء الحجارة على الشرطة اليونانية والتي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع، كما شوهدت عدة سيارات إسعاف تركية تصل إلى المكان. مع مواصلة حرس الحدود اليوناني غلقهم للحدود بوجه المهاجرين أصبحت الأعداد كثيرة جدا على الحدود، وهنا مما يضطر الكثير من المهاجرين للمجيء إلى هذه النقطة من أجل شراء بعض الاحتياجات اليومية من الأكل وكذلك المياه وبعض مواد التدفئة التي يحتاجونها بشكل يومي، مما جعل هذه النقطة القريبة من الحدود كسوق شعبي يكثر فيها بيع المواد الغذائية ويكثر فيها بيع مواد التي يحتاجونها بشكل يومي المهاجرون هنا على الحدود، كما ترون هنا الأطعمة والخضار وكذلك بعض مواد الفواكه سريعة الاستهلاك. لدينا هنا مهاجر يعطيك العافية، من وين حضرتك؟ من تونس. من تونس، كم يوم صار لك هون؟ صار لي 3 أيام. احكي لنا عن الوضع في الداخل على الحدود، كيف بيتم التعامل معكم؟ عم يتعاملوا معنا بكل عنف، عم بيهاجمونا بغاز مسيل الدموع، رصاص مطان ضاربيني برصاصة هون ورصاصة كمان برجلي، عم يضربوا نسوان ولاد صغار، ما في حدا سالم منهم. طب وين تلقيت العلاج؟ أخذوني على مشفى بقدرنا بسيارة إسعاف. احكي لنا هون عن أسعار السوق هون، هل هي مناسبة لكم بالنسبة؟ ما أنا مناسبة، هاي أسعار نارية، كل شيء عم يتباع 3 أضعاف، كل شيء. مثل هاي عم تتباع هاي الوحدة بس بقرابة 10 ليرات، المي الوحدة باربع خمس ليرات، المي الصغيرة في البطانيات عم تباع 50 ليرة لحد 100 ليرة، الأكل بس عم بيوزعوا على الأولاد الصغار، المنظمات الموجودة هون الكبار ما بيوزعوا عليهم. هذا هو الوضع المأساوي والظروف الإنسانية التي يعيشها المهاجرون هنا بشكل يومي منذ أن بدأت حركة قدوم المهاجرين إلى هذه النقطة إلى الحدود اليونانية التركية، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي إشارات لبوادر فتح هذه الحدود ودخول المهاجرين إلى الأراضي اليونانية، حيث يرغبون بالتوجه إلى عمق الاتحاد الأوروبي. أحمد غنام، العربي، من محافظة إدرنا، على الحدود التركية اليونانية.
تنتشر على الحدود السورية التركية آلاف المخيمات العشوائية التي تضم مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الهاربين من جحيم الحرب في منطقة الشمال السوري. هذه المخيمات تفتقر إلى أدنى الشروط اللازمة للحياة في تلك المنطقة. مراسلتنا إلاف ياسين أعدت لنا هذا التقرير من أحد هذه المخيمات. نحن الآن في أحد المخيمات في منطقة كفر لوسين الحدودية المحاذية للحدود التركية. هذا المخيم هو أحد المخيمات الكثيرة التي شاهدناها أثناء مسيرنا عبر منذ دخولنا الأراضي السورية وحتى وصولنا إلى هنا. هناك عدد كبير من اللاجئين، يذكر أن حوالي 1,000,000 نازح حسب الأمم المتحدة. سنلتقي أحدهم. مرحبا. أهلا يا أختي. ممكن تحكي لنا قديش صاركم هون؟ يا أختي نحن صرنا هنا 3 سنين وحالة سيئة، ولحد الآن في حركة نزوح، يعني لحد الآن تجي عالم نازحة لهون لعنه. والله والوضع سيء، وإن شاء الله نحن متأملين أنه نرجع بهالفترة على بلادنا. طيب ممكن تحكي لي مثلا يعني بالعموم ظروفكم هون، النازحين الجداد وين سكنوا معكم بنفس الخيام؟ في النازحين الجداد في يعني سكن معنا بنفس الخيام، وفي يعني منهم لساعتهم متشردين، يعني ما نعرفان حالهم وين بدنا نروح، وفي ناس راحت على عفرين، في ناس الساعه تحت السجر، في يعني في حركه نزوح يعني لحد الان مستمره. طيب بدي اسالك، انتم كم شخص بخيمه واحده؟ نحن عيلتين بخيمه واحده. طيب هذا حال النازحين هنا من السوريين، سواء كانوا قد نزحوا أثر ضربات للنظام السوري واستهداف من قبل النظام السوري والقصف عبر الطيران الروسي، أو حال من أتى لاحقا ومن يستمر بالمجيء إلى هذه المناطق الحدودية أملا بإيجاد مكان آمن بعيدا عن استهدافهم ومقتلهم ومقتل أطفالهم. إلى فياسين العربي، كفر لوسين، داخل الأراضي السورية. تنضم إلي شبكة مراسلين في داخل تركيا وأيضا في المناطق الحدودية إلاف ياسين، تبقى معي من الحدود السورية التركية من إدلب خالد الإدلبي من أنقرة، عدنان جان من إدرنا على الحدود اليونانية التركية أحمد غنام، وأيضا من موسكو محمد حسن. دعني أبدأ معك خالد، ما هي آخر التطورات الميدانية مع استمرار القصف الروسي والنظامي على مناطق في محيط إدلب وريفها؟ نعم زاهر، شنت فصائل المعارضة هجوم جديد على محاور ريف حلب الغربي. قالت فصائل المعارضة أنها استطاعت السيطرة على قرية الشيخ عقيل والتلال الاستراتيجية المحيطة بقرية الشيخ عقيل في ريف حلب الغربي بعد معارك عنيفة مع قوات النظام، وقالت أيضا أنها استطاعت الاستيلاء على عدة آليات تابعة لقوات النظام في تلك المنطقة. طبعا عملية السيطرة جاءت بمساعدة من المدفعية وراجمات الصواريخ التركية، أيضا على محاور سرقة تستمر الاشتباكات العنيفة. نسمع حتى هذه اللحظات صوت الاشتباكات في محيط مدينة سرقة، تحاول فصائل المعارضة التقدم باتجاه المدينة، لكن قوات النظام تواجه هذا الهجوم بشراسة كبيرة. غارات جوية مكثفة للطائرات الروسية على محيط مدينة سرقة تزامنا مع قصف دفاعي وصاروخي مكثف. تسعى قوات النظام والقوات الروسية لمنع فصائل المعارضة من التقدم تجاه المدينة تزامنا مع اشتباكات عنيفة أيضا تدور على محاور جبل الزاوية في محاولات تقدم من قبل الطرفين على مواقع بعضهما البعض. دعني أنتقل إلى إلاف على الحدود السورية التركية. إلاف، نقلت لنا صورة المخيمات يعني المكتظة بأقل وصف بالمهاجرين في الحدود السورية التركية، يعني هل هنالك أمل لدى هؤلاء بأن يعبروا باتجاه الحدود التركية بعد كل هذه التطورات والضغط الحاصل في الميدان؟ نعم زاهر، لربما يكون ترفا لغويا أن نتحدث عن بالعبارات المعتادة مأساة ومعاناة وجوع
وإلى آخره. الوضع الإنساني في الداخل السوري محزن للغاية ومحرج للغاية لأي ضمير إنساني، فما بالك بالدول والمؤسسات الأممية التي أتى بعض مندوبيها لزيارة هذا المكان. كشهيدة عيان دخلت قبل دقائق إلى هنا، أستطيع أن أقول أنه لا أمل لهؤلاء، هناك مجهول ينتظرهم، لا مجال للدخول إلى الأراضي التركية، الحدود مغلقة 100%، وليس هناك لهم أي فرصة للنجاة. لربما يكون جديرا بالذكر أنهم لربما يكونوا بمأمن قليلا، لكن الطيران الحربي التركي كان على الحدود طوال الوقت، وكنا نرى راجمات الصواريخ وهي ترسم أشكالا فنية إنجاز التعبير في السماء السوري، وهناك أصوات انفجارات، وكان هناك أصوات قصف. الحقيقة ما شاهدناه لا يمكن وصفه بالكلمات زاهر. دعيني أنتقل إلى الحدود اليونانية التركية، إلى أحمد في أدرنا. أحمد، أيضا هل يعني خفتت حدة يعني موجات المهاجرين القادمة إلى هذه المنطقة مع تصاعد الرفض اليوناني على الأقل لهؤلاء الواصلين إلى هناك؟ زاهر، سأبدأ من حيث تمت إجراءات الأمنية الأخيرة من قبل هنا الأمن التركي، حيث أبعد جميع وسائل الإعلام التركية عن الحدود. الآن نحن نبعد على بعد 3 كيلومتر، نقف عن مكان تواجد المهاجرين بالقرب من البوابة الحدودية. هذه النقطة عند البوابة الحدودية وهي بازاركولي يتجمع معظم المهاجرين، يأتون من على طول خط الحدود مع اليونان إلى هذه النقطة من أجل التجمع هنا، ومن ثم الانتظار عند البوابة ريثما تفتح الأبواب على حد ما يأملون. لكن يمكن القول بأن اليوم الزيارات الرسمية لهذه المنطقة كانت مكثفة من قبل إدارة ولاية إدرنا وكذلك مسؤولون من حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى قنصل اليونان وكذلك مسؤولون من الاتحاد الأوروبي. لم يرشح شيء عن هذه الزيارات، لكن يمكن القول بأن هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المهاجرون هي تتكرر عليهم بشكل يومي منذ أن بدأوا المجيء إلى هذه النقطة. لا تغيير في أوضاعهم الإنسانية، جميع ما يعيشونه من ظروف ومن تفاصيل بحد ذاتها هي مأساة لهؤلاء المهاجرين، سيما مع انخفاض درجات الحرارة وعدم وجود أي مقومات للإقامة الطويلة في هذه المنطقة. نعم، دعني أحمد أنتقل إلى داخل القصر الرئاسي التركي، حيث يوجد عدنان جان مراسلنا في أنقرة. عدنان، يعني هنالك الكثير من الرسائل المتضاربة التي بتنا نسمعها من الطرف التركي وحتى من الطرف الروسي بخصوص لقاء الغد، لكن يبدو بالعموم أن المحللين يميلون إلى أن لقاء الغد سيضع حدا لهذه الأزمة، و يضع حدا أيضا أو يرسم خريطة جديدة للشمال السوري. بالفعل زاهر، هناك بعض التوقعات التي تشير إلى إمكانية التوصل إلى حل بين أنقرة وموسكو، لا سيما بأن هذا اللقاء هو الفرصة الأخيرة، وهو لقاء على مستوى القادة، والكثيرون يقولون أنه لولا التوصل إلى بعض التفاهمات بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة لما كان هذا اللقاء الثنائي يعقد يوم غد الخميس في العاصمة الروسية موسكو. اليوم بعد كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام النواب حزبه سألناه عن ما تريده تركيا من اجتماع يوم غد، قال الهدف الرئيسي الذي نذهب به إلى موسكو هو وقف عاجل لإطلاق النار في الشمال السوري من خلال إعادة تفعيل اتفاقية سوتشي وتراجع قوات النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية. لكن هناك أيضا بعض الخلاف مع الجانب الروسي حيال عدة نقاط، أبرزها محاولة موسكو إعادة وضع خارطة جديدة على الأرض في سوريا، لا سيما بعد تقدم قوات النظام وسيطرتها على بعض القرى والمناطق، وبالتالي روسيا تريد من الجانب التركي إعادة نشر نقاط مراقبتها في الشمال السوري، لكن هذه النقطة ترفضها تركيا، وبالتالي الآن جميع الأنظار تتجه إلى القمة يوم غد وما سيرشح عنه إما تسوية سياسية أو خلاف، وبالتالي تصعيد عسكري على الأرض. دعني أنتقل إلى موسكو، إلى محمد حسن، لأرصد ربما الأجواء على الضفة الأخرى من الخلاف على الأقل. محمد، هل من إشارات توحي يعني خلاف قد ينشأ عن لقاء الغد، أم أن الأمور تمضي بالاتجاه الدبلوماسي المرسوم؟
نعم، ربما هو الخيار الثاني. الأمور تتجه بالاتجاه الدبلوماسي المرسوم، هناك تفاؤل بأن الرئيسين سيتوصلا إلى اتفاق حول الموضوع، سيدرسان الأسباب التي أدت إلى هذا التصعيد والتداعيات الممكنة ورسم طريق خارطة الطريق لوقف هذه الأزمة. زاهر، رغم التصريحات التي سمعت اليوم، الاتهامات التي صدرت عن وزارة الدفاع، التصريحات التي سمعت من الكرملين ومن الساسة الروس هي أقل حدة، وهذا بشكل تقليدي عند روسيا. روسيا دائما في وزارة الدفاع نسمع تصريحات حادة اللهجة، بينما الكرملين قال أن المفاوضات لن تكون سهلة، ولكن هناك أمل كبير بالتوصل لاتفاق. ولابد أن لا ننسى أن مقابل الأزمة في إدلب هناك الكثير والكثير من المصالح الاقتصادية والعسكرية المتشابكة بين الطرفين التي لا يمكن التضحية بها لا لروسيا ولا لتركيا مقابل أزمة خلاف في إدلب، وهو ليس الخلاف الأول الذي تمكن الرئيسان من تجاوزه سابقا. بالفعل العيون كلها مصوبة غدا على موسكو للقاء بوتين أردوغان. محمد حسن من موسكو، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا بقية زملائي، عدنان جان من داخل القصر الرئاسي في أنقرة على الحدود السورية التركية، إلى فياسين من إدلب خالد الإدلبي، ومن إدرنا على الحدود التركية اليونانية أحمد غنام، شكرا جزيلا لكم. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة من إسطنبول. نعود إلى الاستوديو في لندن مع الزملاء نادين و سهام لمتابعة ملفات العربي اليوم. شكرا لزميل زاهر وكل فريق العمل في إسطنبول. نتابع النشرة، حيث شن الجيش الأمريكي غارة جوية استهدفت مقاتلي طالبان للمرة الأولى منذ 11 يوما، ردا على هجوم للحركة على القوات الأفغانية في ولاية هلمند الواقعة جنوبي البلاد. وقد لقي 16 جنديا من الجيش الأفغاني وأربعة من أفراد الشرطة مصرعهم في هجوم شنته حركة طالبان على مقر عسكري في ولاية قندوز شمالي البلاد. The agreement that we will sign today is the true test of this effort. الهدنة التي اطمأنت إليها واشنطن واكتفت بأسبوع واحد منها لتذهب إلى الدوحة وتوقع اتفاق سلام تاريخي مع حركة طالبان يبدو أنها انقضت. ضربة جوية أمريكية تستهدف مقاتلين للحركة جنوبي البلاد، ويقول المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إنهم كانوا يهاجمون نقطة تفتيش للشرطة الأفغانية. تصر واشنطن على أنها تتمسك باتفاق السلام وراغبة في إنجاحه، ولكنها في موقع دفاع فقط. يبدو أن اتفاق الدوحة الآن يمتحن ويختبر على الأرض، بعد أن عادت هجمات الحركة لتهز مواقع الشرطة والجيش الأفغاني موقعة 20 قتيلا في صفوفها بولاية قندوز. نصح المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الحركة بالكف عن هجمات لا داعي لها، لكن ربما للحركة داع. يخشى أن هناك في الميدان أو في الخارج من لا يريد اتفاق السلام الذي انتهت إليه واشنطن وطالبان أن يصير واقعا. فما زال يجهل مضمون المحادثة التي جمعت لأول مرة الرئيس الأمريكي بزعيم الحركة، والتي وصفها ترامب بالجيدة جدا. لكن التصعيد قد يشي أن الثقة التي يحتاجها تنفيذ اتفاق الدوحة ما زالت تتعثر بعراقيل كثيرة. تطالب الحركة بالبدء في الإفراج عن سجنائها 5000 قبل الجلوس إلى طاولة المحادثات مع الحكومة الأفغانية المرتقبة في العاشر من هذا الشهر، فيما يرفض الرئيس الأفغاني أي شرط مسبق للتفاوض. في البداية بدت عناوين الاتفاق العريضة بين طالبان والولايات المتحدة واضحة. ضمان طالبان عدم تسخير أرض أفغانستان منطلقا لهجمات ضد واشنطن، مقابل انسحاب واشنطن ومعها كل القوات الأجنبية من البلاد. لكن في التفاصيل تكمن العقد الغامضة.
ونرحب معنا من كابول بالدكتور فضل الهادي والزين الأكاديمي والبحث السياسي. أهلا وسهلا بك سيد فضل. بداية أتوقف معك عند التوقيت أن يأتي هذا التصعيد بعد اتفاق بين طالبان وواشنطن بالكاد رأى النور، وغدت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي وزعيم حركة طالبان الملا برادار، وصفه ترامب بنفسه بأنه اتصال جيد جدا. ألا يعد هذا مستغربا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. لا شك أن تنفيذ اتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لإحلال السلام في أفغانستان ليس سهلا، لأن الحرب التي استمرت 4 عقود والحرب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان لمدة 19 سنة والتراكمات المتعددة لهذه الحرب، ليس من السهل تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه منذ 3 أو 4 أيام. وبالتالي لكن طبعا وهذا يتطلب من الجانبين ومن مختلف الأطراف كثير من الصبر والتحلي ببعد النظر وأيضا الروية. لكن ما حدث يعني من قصف الطائرات الأمريكية لمواقع حركة طالبان وأيضا هجمات حركة طالبان على مراكز القوات الأفغانية، هذه ليس مؤشرا جيدا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ولكن لا نستطيع أن نقول أن الاتفاقية انهارت أو أنها في طريقها للانهيار. طيب الاتفاقية لم تنهار كما تقول، والحل ليس سهلا، ولكن الوقت الآن للاختبار الجدي بعد توقيع هذا الاتفاق. لو افترضنا أن الموقف الأمريكي يأتي كرد فعل على هجمات طالبان الأخيرة، كيف يمكن أن نفهم الرسائل التي أراد طالبان توجيهها من خلال استهداف القوى الأمنية الأفغانية؟ نعم، طبعا حركة طالبان تريد كسب المزيد من النقاط في المفاوضات المرتقبة بين الأطراف الأفغانية وحركة طالبان، وأيضا بما أن الحكومة الأفغانية رفضت إطلاق سراح حوالي 5000 من سجناء طالبان الذين اتفق الولايات المتحدة الأمريكية مع حركة طالبان بأن يطلق سراحهم، وبالتالي حركة طالبان كرد فعل تحاول وتسعى أن تضغط على الحكومة من طرف لإطلاق سراح سجنائها في سجون الحكومة، وأيضا لكسب النقاط ومزيد من الضغط على الطرف، هذا الطرف من النزاع الطرف الحكومي، بأنها لإجبارها على بعض التنازلات. ولكن إقدام حركة طالبان بشن الهجمات على القوات الأفغانية بعد الهدنة التي شهدتها يعني 7 أيام من الهدنة، وأيضا فهذا ليس مؤشرا جيدا، وأيضا قصف الولايات المتحدة الأمريكية لمراكز طالبان يعتبر يعني نقطة خطيرة بالنسبة للاتفاقيات، ولكن ما زال الأمل معقودا على أن شكرا جزيلا. طبعا يبقى الأمل هو يعني الحل الآن. شكرا جزيلا لك فضل الهادي والزين الأكاديمي والباحث السياسي. العربية اليوم مستمر فيه بعد الفاصل. إثيوبيا تقول أن لا أحد يستطيع منعها من المضي قدما في مخططاتها لسد النهضة. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي في مؤتمر صحفي أن بلاده ستشرع في تخزين ما يقارب 5 مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل في سد النهضة في يوليو تموز المقبل. وقال الوزير إن بلاده تمارس حقها الطبيعي وفق المبادئ في الاستفادة الكاملة من مواردها المائية، مع مراعاة التزامها بعدم إحداث أي ضرر على دول المصر. سد النهضة وحرب التصريحات والبيانات. أديس أبابا تؤكد مضيها قدما في ملء بحيرة سد النهضة في يوليو المقبل وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ. تخلفت عن اجتماع كان من المقرر أن توقع عليه الدول الثلاث في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن ملء بحيرة السد. بررت غيابها عن المشاركة في اجتماع واشنطن برغبتها في التوصل إلى اتفاق شامل ورفض أي اتفاق انتقائي، لكنها أبقت الباب مواربا بشأن استئناف المفاوضات.
الموقف الأمريكي الذي طالب أديس أبابا بضرورة عدم بدء عملية ملء بحيرة السد دون اتفاق البلدان الثلاثة لم يرق أديس أبابا التي رأت فيه تدخلا للتأثير على العملية التفاوضية. في رأينا البيان الأخير الصادر عن الولايات المتحدة يفتقر إلى الدبلوماسية ولا يليق بدولة عظمى مثل الولايات المتحدة، نأمل أن يراجعوا بيانهم هذا. إثيوبيا ترى في السد مصدرا للطاقة والتنمية لها ولجيرانها، بينما ترى فيه مصر تهديدا لأمنها القومي في ظل انفجار سكاني يفاقم من فقرها المائي عاما بعد عام. أما الموقف السوداني فيصفه بعض الخبراء أنه متحفظ، إذ يبدو أن الخرطوم متنازعة بين المحافظة على علاقاتها الأزلية بالقاهرة ووعود أديس أبابا لها بتزويدها بالطاقة التي تأمل أن تساعدها في التغلب على أزماتها الاقتصادية والسياسية المزمنة. أعلن البنك المركزي السوداني تلقيه خطابا من مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية يفيد برفع كل أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم. وقال محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم إن واشنطن ألغت العقوبات المفروضة على بلاده بموجب أمرين تنفيذيين صدرا في أكتوبر من العام 2017. وأكد إبراهيم بأن القرار الأمريكي يرفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبقى ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور. أصدر رئيس المجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان توصية من وزير الداخلية بسحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية خلال حقبة النظام السابق. شمل القرار حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسية السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها. على بعض المجنسين من الأجانب ألا يسترخوا كثيرا في السودان. منذ فترة ليست ببعيدة عكفت لجنة سودانية على دراسة أوضاع الأجانب حاملي الجنسية السودانية. شكوك تدور حول سبل منحها، تراوحت ما بين سلطة متنفذين في عهد البشير وصولا إلى المتاجرة بالجواز من قبل بعض أفراد أسرته. رئيس المجلس السيادي السوداني أصدر قرارا يقضي بسحب هذه الجوازات. الحصر الأولي أوضح لنا الذين وضعنا حجز هذه الجنسيات هم 13373، يجب أن يراجعوا سلطات الجنسية والداخلية والجوازات. الحكومة السودانية بررت الإجراء بالحفاظ على السيادة الوطنية، هذا ما أكده عضو المجلس السيادي الفكي في تصريحات خاصة بها تلفزيون العربي بأن الحصر والتدقيق أفضيا إلى هذا القرار. عندما نراجع هذه الجوازات وهذه الجنسيات هذا سيعزز من قوة الجواز والجنسية السودانية، ويعزز أيضا من مسؤولياتنا بوصف أن هذه الوثيقة هي من محددات الأمن الوطني، لأن أي سوداني موجود في أي مكان في الدنيا فالحكومة السودانية مساءلة مما يقوم به من أفعال. بعضهم ربط فوضى الجواز السوداني بشبهات الإرهاب التي دفع السودانيون ثمنا باهظا بسببها. نحن في السودان مشكلتنا أن الذين منحوا هذه الجوازات وهذه الجنسيات استغلوا استغلال سيء، ودخلت السودان في متاهة كبيرة جدا. عملية الإرهاب كل ما لحق بالسودان من أمور سيئة كان بسبب الذين حصلوا على هذه الجنسية وهذه الجواز. أكثر من 20,000 شخص من الأجانب يتمتعون بالجنسية السودانية. إجراءات الدولة الجديدة أسفرت عن سحب ومراجعة العديد منها، ما يعني إعادة النظر في تطبيق القوانين الخاصة بمنحها. نظام البشير كان كريما ومنح الجنسية للأجانب ممن قصد الحصول عليها، من بينهم بن لادن وكارلوس وغيرهم، وآخرون أجبرتهم ظروف الحرب في بلدانهم إلى طلبها أو شرائها بالمال. تيجان خضر، التلفزيون العربي، الخرطوم.
أكد موقع الرئاسية الإيرانية نقلا عن الرئيس حسن روحاني أن فيروس كورونا وصل إلى كل أقاليم البلاد تقريبا، لكنه استدرك مشيرا إلى أن بلاده ستتجاوز الأزمة في أقرب وقت ممكن. أشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أعلن ارتفاع عدد المصابين الإجمالي إلى 2922 مصابا والوفيات إلى 92. تحاول ألمانيا بشتى الوسائل تقييد انتشار فيروس كورونا من خلال اتخاذها إجراءات جديدة وإعطاء فرصة للعلماء لإيجاد علاج ناجع له في وقت ارتفعت فيه خطورة الفيروس من خطر ضعيف إلى متوسط في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة الألمانية أن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا. تقييد نشاطات الحياة اليومية في بعض الأماكن وضرورة الحذر من بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الألمانية لمحاصرة فيروس كورونا. بشكل بسيط، المرض هو عبارة عن إنفلونزا تصيب الإنسان. المشكلة التي نواجهها أن هذا الفيروس لا يصيب شخصا واحدا بل عدة أشخاص بشكل جماعي، وسرعة انتشاره داخل المجتمع هي المخيفة. مدير معهد علم الفيروسات في مستشفى شاريتي ببرلين أكد أن خطورة الأمر تكمن في عامل الوقت وسرعة انتشار المرض، وهذا ما يقلق الناس حسب وصفه. ما يحدث ليس فرديا، إنما إنفلونزا جماعية، لذلك سرعة انتشارها داخل المجتمع هي المخيفة. الأمر يتطلب تجهيزات سريعة، وكيف سيتقبل المجتمع ذلك؟ بعد وصول كورونا للعاصمة تم الإعلان عن وضع خطط للتعامل مع انتشار الفيروس، منها خط اتصال ساخن وإجراءات وقائية للحد من انتشاره. برلين جاهزة للحالات الجدية، حيث سنقوم بالتعامل مع الحالات القادمة أولا بالتعرف على الأشخاص المقربين من المريض وعزلهم وفحصهم فورا، أما الثانية هي حماية المجموعات المعرضة للإصابة مثل كبار السن. إجراءات تطمينية اصطدمت برفع مستوى خطورة الفيروس من معهد روبرت كوخ، وهو وكالة حكومية لمراقبة الأمراض والوقاية، حيث رفع تقييم خطورة كورونا على الصحة من خطر ضعيف إلى معتدل. كثر الحديث عن كورونا تزامنا مع وصوله إلى العاصمة الألمانية، البعض رأى فيه مصدر رعب وقلق، بينما لم يكترث له آخرون، بل بات الحدث مناسبة لموجة جديدة من النكات. فهل حقا يحتاج الأمر أن نعزل أنفسنا عن العالم، أم أن الوقاية كافية لدرء مخاطره؟ يمان شواف، التلفزيون العربي، برلين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا يمان الشواف من برلين، ومن طهران مراسلنا حازم كلاس، ومن أربيل مراسلنا حازم الشرع. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك يمان، إذن وزارة الصحة الألمانية تعتبر كورونا وباء عالميا، يأتي هذا في وقت أن منظمة الصحة العالمية ترى العكس، على ماذا استندت ألمانيا في وصفها هذا؟ نعم، مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين. القلق الألماني نابع من ما حدث في إيطاليا مؤخرا وإيران، الانتشار السريع للفيروس. حقيقة هذا ما يقلق السلطات الألمانية، وتحديدا لنتحدث عن مقاطعة شمال الراين. الفيروس بدأ في ميونخ ومن ثم انتقل إلى شمال الراين، وكان الانتقال الكبير للعدوى في هذه المقاطعة شكل الرعب. الرعب الألماني نابع من أن السلطات تقول أنها تحتاج إلى عامين لربما إيجاد علاج، إيجاد لقاح لهذا المرض. هي تخشى أن يحدث ما حدث في إيطاليا أو في إيران، أن يظهر الأمر بشكل سريع، لذلك هي تقوم بتشديد الإجراءات الوقائية لحفاظا على الناس، سواء في برلين العاصمة أو حتى في المقاطعات الثانية. يعني هناك فقط 240 حالة في برلين، ولكن خلية الأزمة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة، الجهود التي تبذلها
وزارة الصحة سواء الحكومة الإقليمية أو كل في كل الأقاليم هي محاولة لكبح جماح انتشار الفيروس بشكل كبير في ألمانيا. نعم يمان، وننتقل إلى حازم الشرع في أربيل. حازم، إقليم كردستان العراق شهد إصابة أول مسن بفيروس كورونا ووفاته، كيف وصل إليه؟ هل فهم ذلك وهل هناك أشخاص آخرين معرضين لخطر الإصابة بكورونا؟ نادين، حالة الوفاة الأولى في العراق سجلت في السليمانية وفقا لدائرة صحة السليمانية. ما زالت أربيل وبغداد لم تعطي نتائج المسحة المأخوذة من نفس المتوفي لغاية الآن، لكن دائرة السليمانية تؤكد أنها الإصابة الأولى. إمام المسجد هذا بحسب مصادر هناك في السليمانية يقول أنه استقبل ضيوفا من إيران، لكن الاتحاد العام لعلماء الدين هنا في كردستان قال أنه لم يستقبل أي شخص من إيران. تداعيات وفاة إمام المسجد هذا كان في قرار الحكومة هنا في إقليم كردستان بمنع صلاة الجمعة وجميع الفعاليات الدينية في الكنائس وغيرها إلى إشعار آخر حتى لا ينتشر المرض. بالطبع هناك تخوف كبير من انتشار المرض بسبب الحدود الطويلة لمحافظة السليمانية مع إيران. تلك الحدود فيها الكثير من المناطق غير المراقبة والتي ينشط بها تهريب البشر، فهناك تخوف من أن ينتقل المرض بدون رقابة السلطات. أنتقل إلى حازم في طهران. حازم، الرئيس حسن روحاني حذر من انتشار الفيروس بالمقابل طمأن الإيرانيين وقال بأن طهران ستتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن. أي صورة سيصدقها اليوم المواطن الإيراني؟ هل هي الصورة التي تحذر أم الصورة التي تطمئن؟ يعني الأوضاع باتت أفضل نسبيا يعني من خلال رصدنا للشارع الإيراني مقارنة بالأيام الأولى. المطلوب من المواطنين الإيرانيين بحسب السلطات الإيرانية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، البقاء في المنازل، عدم المشاركة في فعاليات يعني واسعة أو شعبية أو إلى آخره. وبطبيعة الحال كل هذه الفعاليات ملغات، المدارس، الجامعات، مؤسسات الدولة قلصت دوامة، كل هذه الفعاليات ألغيت. ولكن المهم الذي تقوم به إيران في هذه المرحلة تحديدا هو التعاون مع المنظمات الدولية. منظمة الصحة العالمية وصل وفدها اليوم إلى طهران وجال على بعض من المستشفيات واطلع على الأوضاع. المساعدات الطبية من عدد من الدول ومن عدد من المنظمات وصلت أيضا. هناك تنسيق مع عدد من الدول من قبل وزارة الخارجية ووزارة الصحة في هذا الإطار، ولكن إيران قلقة على الأجانب الموجودين هنا، وتحديدا هناك 1300 مواطن بحريني لم توافق السلطات في البحرين بحسب الخارجية الإيرانية على عودتهم إلى البلاد، وهذا يشكل قلقا على صحتهم بطبيعة الحال مع انتشار الفيروس بشكل كبير في إيران. وفقط محافظة واحدة هي محافظة بوشهر لم تسجل إلى إصابات حتى الآن، والإصابات وصلت إلى 30 محافظة في إيران. من طهران أشكرك مراسلنا حازم كلاس، كما أشكر يمان الشواف من برلين، ومن أربيل مراسلنا حازم الشرع. والعرب اليوم متواصل معكم وتتابعونا فيه بعد الفصل. موريتانيا في المركز 134 على مؤشر جودة التعليم عالميا على الرغم من الوعود الحكومية بالإصلاح. أعلن مايكل بلومبرغ انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي وأكد تأييده للمترشح جو بايدن. هذا وأظهرت استطلاعات ناخبين لشبكات تلفزيونية فوز جو بايدن وبرني ساندرز في انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي. تقدم كبير ولكن غير حاسم حتى الآن حققه بيرني ساندرز اليساري في معركته لمحاولة الفوز بتمثيل الحزب الديمقراطي.
ضمن نجاحه في ولايات يوتا وكولورادو وفيرمونت، لكنه سينتظر نتائج كاليفورنيا بترقب كبير، إضافة إلى تكساس لأنهما أكبر الولايات وقد تعززان فرصه في المعركة التي باتت محصورة بينه وبين نائب الرئيس السابق المرشح الوسطي جو بايدن. سنفوز في ترشيح الحزب الديمقراطي. And we are going to defeat the most dangerous. وسنهزم أخطر رئيس في تاريخ البلاد. تقدم ساندرز بأصوات من هم دون 30 في العمر وذوي الأصل اللاتيني ومحدودي الدخل ليواصل هجومه على من يتهمهم بتمثيل أصحاب المليارات، وهو يقصد بايدن، أو من يحاولون شراء الانتخابات ويعني بذلك الملياردير مايكل بلومبرغ. سنهزم المؤسسات القائمة على دعم الشركات الكبرى وسنهزم جشع وول ستريت. فوز ساندرز في ولايته فيرمونت كان متوقعا بالكامل، وتقدم فيها بثلاثين نقطة على الأقل عن أول منافسيه بايدن. أتوقع منه أن يقلص الفارق في الثروات، وآمل أن يتمكن من تحسين الرعاية الصحية. أعتقد أن إزاحة ترامب من المنصب لا يكفي. أرى أن بيرني ساندرز هو المرشح الوحيد حاليا الذي يطرح تغييرات جوهرية خاصة في موضوع الرعاية الصحية وإلغاء ديون الطلاب وعدم توريطنا في حروب لا طائل منها. بزخم كبير إذن انطلق ساندرز من فيرمونت إلى باقي الولايات الأمريكية في معركة تبدو أكثر صعوبة عليه مما أظهرته استطلاعات الرأي. خطاب يشبه خطاب النصر توجه به ساندرز إلى مناصريه، معلنا أن الوجهة المقبلة بعد الثلاثاء الكبير هي هزيمة ترامب والوصول إلى البيت الأبيض. نبيل أبي صعب، العربي، فيرمونت. ويبقى معنا نبيل أبي صعب في فيرمونت، وينضم إلينا رافد جبوري من سان فرانسيسكو، وكذلك مراسلتنا ريما أبو حمدي من فيرجينيا. أبدأ معك ريما. جو بايدن يفجر المفاجأة، يتصدر السباق، سباق الثلاثاء الكبير، ومن بين المحافظات أو الولايات التي يفوز بها ولاية فيرجينيا. كيف يمكن أن نفهم هذه القفزة النوعية بالنسبة إليه بعد أن كان متراجعا في البداية؟ بالفعل يعني حقق جو بايدن نصر نوعي في هذه الانتخابات في الثلاثاء الكبير بعد أن كانت بدايته متعثرة ولم يفز بأي من الولايات التي أجرت انتخاباتها تمهيدية في بداية هذه الانتخابات. الآن موقف جو بايدن أكبر بكثير ويعزز بشكل كبير بعد الثلاثاء الكبير، ويحظى بدعم ليس فقط المؤسسة الرسمية للحزب الديمقراطي وليس فقط بثقة الناخبين الذين صوتوا له في العديد من الولايات التي لم يكن حتى متوقع أن يحصل فيها على بعض الأصوات مثل ماساتشوستس على سبيل المثال، ولكن أيضا يحظى بدعم بعض المترشحين وأصوات أولئك الذين تركوا سباق الرئاسة مثل مايكل بلومبرغ وبوتيجيج وإيمي كلوبتشار. أي أن بايدن الآن في المقدمة بشكل مريح وبشكل مرتاح، يحصل على أكبر أعداد من الأصوات المندوبين، وقد يتعزز ويعزز ذلك موقفه في الانتخابات المقبلة التمهيدية في الولايات الأخرى. أنتقل إلى سان فرانسيسكو مع رافد. رافد، كيف تفاعل الأمريكيون مع هذه النتائج في كاليفورنيا وهي التي صوتت لصالح ساندرز؟ نعم، ساندرز فاز هنا طبعا، لكن جو بايدن يعني قام بحملات قوية في هذه الولاية حتى يوم أمس، وكنا معه في مدينة أوكلاند عبر هذا الخليج، خليج سان فرانسيسكو، حيث اختار جو بايدن أن يأتي إلى كاليفورنيا لأنه يعلم أنه كان متأخرا في كاليفورنيا وبأنها كانت ستكون المهمة الأصعب عليه، فلذلك تحدث يعني بقوة جو بايدن برغم أنه لم يحقق الفوز في كاليفورنيا، لكنه جاء ثانيا في كاليفورنيا وأيضا
حقق الفوز في تكساس وهي ثاني أكبر ولاية في هذا الثلاثاء الكبير، وطبعا حقق الفوز في الولايات الأخرى التي تقدم الحديث عنها. في الحقيقة أن هذا الثلاثاء الكبير بدأ يوم السبت الماضي حينما فاز جو بايدن بولاية كارولينا الجنوبية، حينها لم يكن أحد يتوقع أنه سيتقدم، لكنه منذ ذلك السبت حتى هذا اليوم يحقق التقدم، والمنافسة الآن محصورة بينه وبين بيرني ساندرز. نبيل، في فيرمونت صحيح أن بيرني ساندرز حقق نتائج مرضية هناك، ولكن يبدو أن المعادلة أيضا على عكس بايدن تغيرت بالنسبة إليه، لماذا؟ نعم، في الواقع بالنسبة إلى حملة بيرني ساندرز، كما علمت اليوم أن الثلاثاء الكبير انتهى، نحن اليوم يوم الأربعاء، يجب على ساندرز أن يتطلع إلى المرحلة المقبلة. من الواضح أنها لحظة حقيقة أو أنها لحظة الحقيقة بالنسبة إلى ساندرز، الذي ربما أعطته الاستطلاعات أقل بكثير مما توقع في صندوق الاقتراع، وبالتالي سيعيد ساندرز شحذ عدته وحملته الانتخابية لمحاولة إعادة كسب أصوات يبدو أن بايدن استطاع سحبها منه، ويواجه ساندرز الآن المؤسسة الرسمية للحزب الديمقراطي 3 من المرشحين المنسحبين آخرهم بلومبرغ دعموا بايدن، وبالتالي يحاول ساندرز الآن إعادة تصويب المعركة في المحطة المقبلة من الآن وحتى 27 من الشهر الحالي. هناك ولايات مهمة جدا عليه أن يعد العدة لها. أشكر شبكة مراسلينا في الولايات المتحدة الأمريكية من فيرمونت نبيل أبي صعب، ومن فيرجينيا ريما أبو حمدية، ومن سان فرانسيسكو رافد جبوري. شكرا لكم جميعا. أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل والذي تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن رفض المشرعون اقتراحين بسحب الثقة من جانب المعارضة. هذا وقد نظمت النقابات العمالية الفرنسية احتجاجات واسعة بعد أن قرر رئيس الوزراء إدوار فيليب فرض إصلاح نظامي التقاعد بالقوة من خلال البرلمان دون إجراء مزيد من المناقشات. في خطوة عدها كثيرون تحديا للمعارضة وللنقابات العمالية، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية وهي الغرفة السفلى في البرلمان القانون الرئيس لتنفيذ إصلاحات المعاشات المثيرة للجدل. القانون سيمر الآن إلى مجلس الشيوخ حيث قد يواجه معارضة هناك. تمرير القانون الجديد أنهى فترة من الهدوء النسبي بعد إعصار سياسي واجتماعي خلفه طرح المشروع في بداية الأمر. النقابات العمالية كانت على رأس من حرك الشارع رفضا للقانون، إذ دعت إلى العودة للاحتجاجات بعد أن كشف رئيس الوزراء إدوارد فيليب أن حكومته ستلجأ إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لإقرار القانون، والتي تسمح للحكومة بتمرير قانون مرة واحدة في السنة من دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية على غير المعمول به عادة لتبني القوانين في فرنسا. النقابات انتقدت خطوة الحكومة واعتبرتها فرضا لخيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعت إلى موجة جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. في ذات الاتجاه صارت أحزاب سياسية يسارية ويمينية، إذ اتهمت الحكومة بتحركها على أساس دوافع استبدادية، كما اعتبرها آخرون دليلا على ضعف الحكومة، وعدها بعضهم إخفاقا غير مسبوق. إصرار الحكومة على تمرير القانون بالقوة دفع المعارضة إلى الدعوة لإجراء تصويت على حجب الثقة عن الحكومة، تصويت أسقطته الجمعية الوطنية. ويهدف مشروع القانون المثير للجدل وفق معارضيه إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات، ورفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، ما يؤثر سلبا على عشرات القطاعات.
على الرغم من المساعي والوعود الحكومية الهادفة إلى إصلاح المنظومة التعليمية في موريتانيا، ما يزال كثير من أبناء الفقراء والمهمشين يعانون من ضعف مستويات أبنائهم، حيث تراجع التعليم في المدارس الحكومية مقابل ازدهار التعليم الخاص، يضع موريتانيا في المركز 34 بعد 100 عالميا. الهادي يستعد ليوم دراسي جديد وحلمه أن ينجح في مساره التعليمي وينهض بواقع أسرته الفقيرة. إنه محظوظ بالمقارنة مع أغلب أقرانه وأبناء جيرانه. إحدى المنظمات غير الحكومية ساعدت أسرته في تسجيله بمدرسة خاصة. ندرس في مدرسة حرة لفضل هيئة الساحل، لأني من أسرة ضعيفة، الحمد لله تحسنت قرأت زين إن شاء الله. الهادي يمثل واقع الكثير من أبناء الأرقاء السابقين والمهمشين، منعهم الفقر وضيق ذات اليد من الولوج إلى المدارس. منظمة الساحل الأهلية التي تأسست قبل 3 أعوام تسعى لمساعدة مثل هؤلاء. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم انتهجت طريقة مساعدة أبناء الطبقات الفقيرة والهشة اللي ما عندهم حالة لدفع تكاليف التعليم، وسجلت هذه السنة 770 يشير على مستوى نواكشوط. إبراهيم رمضان يعتبر التعليم أقصر الطرق للقضاء على تداعيات الرق وإذابة الفوارق الاجتماعية، لكن مساعيه هذه تصطدم بضعف المتوفر لديه من الوسائل في بلد لم يعد فيه التعليم متاحا على النحو المطلوب نسبيا في مدارس الدولة. بحسب مؤشر جودة التعليم العالي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتحدث عن 140 بلدا تصنف موريتانيا في المرتبة 134، لكن السلطات هنا لديها وعود بتطوير المنظومة التربوية، وعود ينتظرها الفقراء وأبناء الأرقاء السابقين بفارغ الصبر. محمد عبد الله ممي، العربي، نواكشوط. وكالعادة نختم العربي اليوم بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل أنا العربي. وفيديو اليوم عن شاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة شكى تعرضه للاحتيال من الشركة التي عمل بها لسنوات. مواطن مؤيد صار للجماعة من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة، تلعبوا بالتأمينات الاجتماعية وتلعبوا برواتبي وحجزوا بطاقة التأمين الطبي، بطاقة تتعالج فيها. بعد ما تلعبوا مدة 8 سنوات ومنعوني بالحضور لاني تعديت يعافني يسوون فيني كذا، بدل ما يعبزوني ويعلموني يسوون فيني كذا. لقد تحديت إعاقتي وبحثت عن عمل واشتغلت لدى شركة، والشركة تزور عد عملي وتلعبوا بالتأمينات الاجتماعية وتلعبوا برواتبي وحجزوا بطاقة التأمين الطبي، بطاقة تتعالج فيها. لي لا إنسانية، لا إنسانية، لي يفعل كذا ما يخاف من النظام ولعبوا برواتبي الشهرية. هترجي فيك أقول لك عطني بطاقة التأمين وروح تعالج من الألم اللي فيني. بهذا نصل.